السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة البحث من الإنترنت. أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة برجاء ضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة معانا مجموعة جديدة من الأيردروبات، وفي كام أيردروب دايما أفكركم بيه. بس قبل كده ببارك للناس اللي وصلت لهم عملة دي إكس جي. العملة حاليا بتتباع من الموقع نفسه الخاص بالعملة، وما بيبيعوا في العملة بتاعتهم لسه، قربوا يخلصوا بيع قدامهم تقريبا أقل من شهر. لما تخلص بيع هتلاقي نزل في المنصات بإذن الله. هما بيبيعوها على 1 سنت للعملة، فأنا الحمد لله وصلني تقريبا حوالي 6800 في 1 سنت، يعني حوالي 70 دولار. تمام، بالنسبة للناس اللي هتسألني أنا كسبهم على فكرة. المبلغ ده كان بدون إحالات، عشان الأدروب أنا كنت شرحه قبل حتى ما أعمل القناة. مفيش غير إحالتين مديني تقريبا 200 عملة، فلا يقارنوا بالمبلغ. فبالنسبه للناس اللي تشتغل عادي في اردروبات، ممكن تكسب فيها بدون احالات ويبقى المكسب فيها كويس. يعني المبلغ ده جالي كده من المهام، او ان انا بتابع كل شويه وبشوف المهام اللي كانت بتطلب وباكد عليها. كده 70 دولار باذن الله. اتمنى الناس كلها تكون كسبت منه. نشوف بقى اول اردروب معانا. ده اردروب قديم بس انا بفكركم بيه. الاردروب خاص بعمله اسمها فارم توكيتشن. الايردروب انا بفكركم بيه عشان فاضل 6 ايام بالظبط وينتهي الايردروب. وبالفعل كده العمله بتتباع على منصتين دلوقتي، من ضمنهم منصه اي ماركتس، شرحتها كذا مره، واسيب لكم برده الرابط بتاعها لو حابين تسجلوا فيها. تمام، الايردروب انت عباره بتسجل في الموقع. بعد ما تسجل هيبقى ايه، هتخش على ماي داشبورد، هتلاقي ده الصفحه بتاعتك او جوه الموقع نفسه، هتلاقي ايه ده النظام بتاعك، نظام صفحتك. هنا من فوق كده ظاهر لك رصيدك من العملة، سواء من الحالات او من المهام اللي هو مديهالك. وبنرجع بقى عشان نخش على الايردروب. الايردروب كالتالي، ترجع للصفحة الرئيسية نفسها، هتدوس هنا على فارم 2، هتلاقي هنا كلمة ايردروب هتدوس عليها. هما تقريبا مهمتين او ثلاثة. اول حاجة التسجيل نفسه في الموقع ده بيديك 50 من العملة، يعني 5 دولار. الاشتراك في جروب تليجرام ده انت تاخده كده من هنا بالشكل ده كوبي. تمام، وتفتح برنامج التليجرام بتاعك وتحط هنا في البحث، هتدور عليه هو ده اول حاجة. هتشترك في الجروب. تاني حاجة بقول لك اعمل تويتاية. تويتاية هي بالفعل انت بس مجرد على الشمال هنا، مجرد ما تدوس على كده هو هيحولك على تويتاية. دوس تويت، خلاص انت عملت تويتاية. بعد كده ريفير يور فريند الاحالات، على كل احالة 100 من العملة، 100 بيساوي 10 دولار. تمام، الدروب سهل. المجموع بتاعه هنا 50 وهنا 50 وهنا 50، ادي كده 150، ادي كده 15 دولار. ولو جبت احالة 10 دولار، الاحالة ب10 يعني 25 دولار لو جبت حتى حالة ايه واحدة. تمام، تيجي بقى بعد كده هنا بتملى بياناتك، اسمك بالكامل، الايميل بتاعك، اليوزر بتاعك على التليجرام، اليوزر بتاعك على تويتر، احفظ الايثيريوم وايلد، الباسورد بتعلم هنا، وبتحل الكباتشا سبمت ناو. كده الدروب ده كده انتهى. نخش على الدروب اللي بعده. دي المنصه بسيبها لكم، هي منصه اي ماركت. العمله بتتباع عليها بالفعل وفي تداول عليها اهو زي ما انتم شايفين. تمام، نخش على الايردروب بقى اللي معانا، اللي اسمه اول ايردروب كان مشروح قبل كده بس انا باكد عليه عشان الايردروب ده مهم، اسمه جرين كوين. هوضح لكم الايردروب ده بيدينا 200 من عمله اسمها جي ان سي. عايز اوريكم بس ايه سعر العمله الحالي. سعر العمله الحالي ثواني. تمام، العمله الواحده من جي ان سي بتساوي 0.002. عايز احسبها معاكم كده عملية حسابية. هنضرب 200 في 0.002 هيدينا 0.40. ما 0.40 دي انت هتاخد من الايثيريوم 40 مليون ساتوشي ايثيريوم، يعني بمعنى 80 دولار. تمام، ده كده بدون احالات. تعالى بقى نشوف الدروب بتشتغل عليه ازاي. الدروب كالتالي، اول ما بيفتح معاك بيطلب منك اختار اللغة. اختار اللغة، وبعد كده بعد كده بيطلب منك حل كاباتشا مسألة حسابية. انا كان مديني 8 ناقص 14 6 الحل.
بعد كده بيطلب منك تحط الايميل بتاعك هنا اهو، وبعد كده اشتراك في جروب تليجرام وتقول له دن، بعد كده تشيك في جروب تليجرام تاني وتقول له دن، بعد كده بيديك هنا ده لينك للصفحة بتاعتهم على الفيسبوك، بتخش تعمل لايك وتيجي على اول بوست بتعمل له لايك وشير وتحط له الهاشتاج ده، تعلم على هاشتاج وتاخده وتعمل بيه بوست. تمام، نيجي بعد كده المهم اللي بعديها، بيبقى طالب فولو على تويتر، هتخش ده الصفحة بتاعتها برضه اللينك كده، او تدوس هنا ويفتح لك صفحة جديدة، هتاخد اللينك هيحولك على الصفحة بتاعتهم على تويتر، هتعمل فولو للصفحة، وهتيجي على اول بوست هتعمل له لايك، وهتيجي هنا تاخد الهاشتاج وتحطه في بوست، وتحطه في اول تعمله في ريتويت، ولا انا اسف، وبعد كده بتحط له ريتويت اللي انت عملته، اللينك بتاعنا اهو. بعد كده المهم اللي بعديها بيقول لك خش على الصفحة بتاعتهم على اليوتيوب واعمل سبسكرايب للصفحة، يعني اشترك في الصفحة، وبعد كده بتحط اللينك بروفايل بتاعك على اليوتيوب. المهم اللي بعديها بيقول لك خش على موقع لينكد ان على الصفحة بتاعتهم، هتعمل من هنا فولو، وبعد ما تعمل فولو هتيجي تحط اللينك بروفايل بتاعك بتاع لينكد ان. المهم اللي بعديها موقع ميدا، ما تخش عليه وتعمل برضو فولو، وبعد كده هتحط اللينك بروفايل بتاعك بتاع موقع ميدا. اخر حاجة بقى بيطلبها منك الرقم المحفظة بتاعتك بتاعت الاثيريوم والت. مجرد ما خلص هيظهر هنا رصيدك 200 من العملة، وبيديك بياناتك اللي انت حطيتها، بيظهر للتأكيد ليك، بيقول لك دي رقم محفظتك، دي المواقع اللي انت دخلتها كلها والشغل بتاعك. بعد كده بيظهر لك من هنا، بتدوس هنا كلمة بالانس، هتلاقي رصيدك بيظهر. يعني انا مثلا معايا 305 عشان في 9 اشخاص سجلوا معايا. هو على كل حالة تقريبا بيدي ايه، ثانية واحدة ندوس كده، هندوس ريفيل، بيديك على كل حالة 5 عملات. تمام، ايردروب مهم، ياريت كنا نشتغل عليه ومنسيبوش كده. نخش على ايردروب بقى الجديد اللي معانا. ايردروب ده حسب ما هو موجود في السوق او في الاعلانات اللي موجودة عنه، ان هو هيدينا، نبص كده مع بعض هنا، ليدكس هيدينا بما يعادل 88 دولار، وفي ناس بتقول ان سعر العملة هتوصل ل106 على حسب ايه سعر السوق، من عملة اسمها ليدكس اللي هي عملة المنصة نفسها، بس شرط تفعيل وثائق وتليفون. يعني انت مجرد ما تسجل تسجيل عادي ما فيهوش اي مشكلة، ممكن اعمل بس ساين اوت واوريكم التسجيل من الاول بيبقى عامل ازاي. نمسك هنا ساين اب، هتحط الايميل بتاعك، الباسورد، الباسورد، وبعد كده هدوس هنا جيل على العلامة دي جيت كود، هيجي لك كود من الايميل، على الايميل بتحطه في الخانة دي، واخر خانة بتلاقي ايه ده الكود بتاع الاحالة، هبقى اسيبه لك برضو تحت الفيديو في الشرح. استاذنكم تحطوا ايه الكود في اخر خانة دي، وبعد كده بتدوس اي اجري وساين اب. هيجي لك بعد كده نخش على ايه، على الموقع، اوريكم من جوه، هندوس لوجن، مجرد ما سجلت هتخش على كلمة يوزر سنتر، هتيجي على أول حاجة هتربط رقم التليفون بتاعك من هنا، وبعد كده هتيجي على دي أهم نقطة، يعني بعد ما تربط التليفون هنا أهم نقطة معانا، انت تخش هتفعل وثائق، مديك اختيارين. لا ده لازم قبل ما افعل وثائق، انا ممكن اقول له نوت نيدد، بس هي المفضل انت تعملها. انت اول حاجه تخش تفعل برنامج جوجل بتاع اكواد، اللي هو جوجل ازريكيشن، لازم تفعله الاول. تمام، انا هقول له نوت نيدد دلوقتي. المهم تخش تفعل وثائق من هنا او تربط التليفون، انا اسف، يا اما تعمل جوجل ريزكشن اللي هو جوجل اكواد، يا اما تفعل التليفون من هنا اهو. تمام، وبعد كده بتخش على المكان ده، بتفعل وثائق، بترفع صورة من باسبور وش وضهر، وصورة شخصية ليك، او صورة انت مصور وانت ماسك الباسبور بتاعك، ومكتوب فيه اسم الموقع وتاريخ اليوم اللي انت سجلت فيه. تمام، ده الايردروب معانا، ان انت مجرد بتسجل في الموقع وترفع وثائق، اللي هتاخد مجموعة من العملات، العملات دي بتساوي على اقل تقدير 88 دولار. نيجي للدروب اللي بعده، خاص بمنصة اسمها زي بي. اول حاجة لازم تسجل في المنصة. تمام، مجرد تسجيلك في المنصة مش تاخد عليه حاجة دلوقتي حاليا، انت بتاخد من الاير دروب. يفضل هو الاير دروب كده كده مش ذاكر حتة ان انت لازم تفعل وثائق، بس انا من وجهة نظري ان انت لازم تفعل وثائق.
يعني بعيد عن الدروب، الدروب مش ذاكر النقطة دي، والعملة هتوصلك كده كده على محفظتك. بس نصيحة، فعل وثائق عشان تستفاد من المنصة في حد ذاتها. هتلاقي المنصة بعد كده بتنزل برضو عملات جديدة تاخد منها أرباح، فأنت حاولت ايه تفعل وثائق في الايه في المنصة نفسها. أنا بسيب لك أول حاجة لينك الخاص بالمنصة عشان انت لازم تسجل فيها، ومش مشترط يعني عشان الناس ايه، مش شرط تفعل وثائق، بس انا بقول كاي يفضل ايه ان انت تفعل وثائق فيها. نيجي بقى كده الدروب نفسه عبارة عن بوت تليجرام، نفتحه كده مع بعض. الدروب ده الخاص بالبوت تليجرام ده بيقول لك اول حاجة لازم تكون مشترك في المنصة، تمام، مسجل ايه فيها. بيقول لك ان هو هيوزع بما يعادل $50,000 على المشتركين، مش 50، مش كل شخص هياخد $50,000، هو هيوزع $50,000، تمام. هيصيب الفرد تقريبا، شوف كده المعدل، خمسين عملة، تمام، وعلى كل احالة 10 عملات. سعر العملة الحالي، هو العملة نفسها موجودة كده كده في الايه في المنصة. تعالى كده نشوف اسم العملة ايه، اسمها زي بي. تعالى كده نشوفها في كوين ماركت كاب، وبقولك تمام. هتلاقي كلمة ستارت تاسك ظهرت معاك، هتدخله برضو ويطلب منك رقم محفظة الاثيريوم وايل بتاعتك. بعد كده بيطلب منك انت تخش على اللينك ده، تدوس هنا كلمة فولو تويتر، هيحولك على اللينك بتاعهم، الصفحة بتاعتهم، هتعمل فولو، وبعد كده تحط اليوزر بتاعك بتاع تويتر. بعد كده يقول لك هيعمل ريتويت للبوست ده، هتدوس هنا هيحولك على بوست هتعمل له ريتويت، بس ريتويت بكومنت، اللي هو بتكتب كلمة كومنت فوق وبتدوس ريتويت وخلاص من دون ايه اضافة تاج. بعد كده بتحط له اللينك نفسه بتاع التويت اللي انت عملته. بعد كده المهمة اللي بعديها هتدوس هنا على فولو على فيسبوك، هيحولك على الصفحة بتاعتهم على الفيسبوك، هتعمل فولو للصفحة او متابعة يعني. وبعد كده بيطلب منك هتعمل شير للبوست ده، هتدوس هنا هيجيب لك بوست هتعمل له شير، وتاخد اللينك بعد ما تعمل شير للبوست نفسه وتحطه له في المكان ده. اخر حاجة هو بيظهر معاك اي رصيدك من العملة. انا كده خدت 50 من العملة عشان نفذت المهام بتاعتي، تمام. اردروب مهم، وانتوا زي ما شايفين المنصة مع راس مال كويس، فباذن الله نكسب منكم. الاردروب اللي بعديه، الاردروب ده بمجرد تسجيل في المنصة نفسها او في الموقع بيديك 50 من عملته اللي اسمها بي ار تي، ده بدون تفعيل الوثائق. بعد تفعيل الوثائق قد ايه انا معرفش، بس هو ايه بعيد عن تفعيل الوثائق انت بتاخد 50 من العملة. العملة نفسها لسه منزلش للتداول. او حابب تفعل وثائق بتخش على كلمة بروفايل كي اي اس هنا وتفعل الوثائق بتاعتك، تمام. بس هنا هتلاقي في البالانس بتاعك ال50 من العملة ظاهرين، ده بدون تفعيل الوثائق. يجي الاردروب بقى اللي هو مصاحب المنصة نفسها، اسم الاردروب هو اردروب برضو بالتليجرام، نفتحه كده مع بعض. تقريبا مشابه لنفس الاردروب الخاص بعملة زي بي. هتيجي اول ما يفتح معاك هنا، بس بيفتح معاك هنا على مسألة حسابية، كان مديني 17 زائد 37 دي الاجابة 54. بعد كده بيبتدي الشغل معاك بكلمة ستارت تاسك، بيطلب منك اول مهمة اشتراك في جروب تليجرام، اشتراك برضو في جروب تليجرام. بعد كده بيقول لك عاوز الايميل اللي انت سجلت بيه في المنصة بتاعتهم، هتحط له الايميل انت مسجل بيه، لازم يبقى نفس الايميل. بعد كده بيطلب منك رقم محفظة الاثيريوم وايلد. بعد كده بيطلب منك انت تخش على الصفحة دي تعمل فولو وتحط له اليوزر بتاعك. بعد كده بيطلب منك انت تعمل ريتويت للبوست ده وتنزله اللينك بتاع البوست نفسه، وتاخد برضو 50 من عملة غير ال50 الموجودين في المنصة نفسه. نيجي للدروب اللي بعديه، ده دروب جديد مهم خاص بعملة اسمها بي تي ان، تمام. الدروب ده هناخد منه عملتين، 10 من عملة اسمها بيري، و1000 من عملة اسمها اللي هي بي تو ان. بيري بتقلي مش عارف بقى سعرها عالي او غالي او يعني قليل او كتير، مش عارف بصراحة. طريقة تسجيل ازاي، اول حاجة لازم تخش هنا وتسجل في الموقع ده اللي هو اسمه فورستينج، نفتحه كده مع بعض. هو موقع كوري، ومعظم الاردروبات الكوري تبقى صادقة على فكرة. يفتح معاك بالشكل ده، حوله الانجليزي من فوق، هتدوس على كلمة registration now. هتعلم هنا sign up،
هتختار، انا عشان في تسجيل دخول انا هختار ريجستريت من تحت، هتيجي هنا تحط بياناتك مع كلمه اي دي مقصود بيها اليوزر بتاعك، بعد كده الايميل، الباسورد، الباسورد، وتدوس ريجست. نرجع بقى للدروب، لسه ما اشتغلتش عليه، هشتغل عليه معاكم. ده هو مفيش حاجة اعتبر، اللي هو طالب مننا هنحط له الايميل اللي انا مسجل فيه في الموقع نفسه، تمام، وطالب من هنا فروستنج بليز ديت رايت داون اكسايد فروستنج بليز ديت في نوت اكسايد. هو عاوز هنا تاريخ، ثانية واحدة عشان ايه نبقى مستوعبين. نقلب انجليزي هنا، اهو ده التاريخ بدء الانطلاق 5/4/2019. خمسة أربعة مانس، نتأكد بس كده، خمسة أربعة يبقى شهر أربعة، تمام. يبقى أول حاجة 04 وبعد كده 2019 وندوس له سبميت هنا. ثواني يا جماعة، لأ أنا حاسس أنا غلطان في حاجة، هعدلها. هو هنا 04 وهنا 05، تمام، كلمة submit. يبقى كده تمام، خلصت. العملة بقى هتوصلك هنا على الموقع نفسه لما المنصة نفسها تقوم. المنصة هتقوم في شهر 5، تمام. هما كاتبين هنا الشهر في الاخر والايام في النص، ده الغلطة اللي انا ايه عملتها ورجعت لها تاني. نيجي بعد كده الدروب اللي بعده، ده دروب خاص بعملة اسمها مينرو وايت. الدروب بيقول ان هو يدينا $150 من العملة، وبيديك هنا اربع مهام، اشتراك في جروب تيجرام اول وتاني، وبعد كده تويتر، وبعد كده ميديم. وبيجي هنا ده العقد بتاعه، بيقول لك العصر طلع عليه. يجي الاول مهمه طالبها مننا اشتراك في جروب تليجرام، ادي كده اشتركنا في جروب تليجرام الاول، بعد كده جروب تليجرام تاني، بعد كده تويتر، نعمل لايك، نعمل لايك هنا برضو. في اير دروب داخلي انا عايز اتاكد منه هو نفس اير دروب ولا لا.
نفس الدروب. نكمل بقى المهام بتاعتنا عادي. بعد كده المهمة اللي بعديها فولو على صفحة ايتم على ميدم. كان طالب حاجة هنا بقول لك اعمل ريتويت ولايك بالنسبة للبوست. نرجع بس للبوست هنا هنعمل ايه ريتويت، بس هنعمل ريتويت بكومنت وبعد كده نعمل ريتويت عادي. ونبص كده نشوفه طالع بقى شروط في التويت اللي هو طالبها. لا ولا طالب هاشتاج ولا طالب تاج. تمام، يبقى ندوس كده تويت وبعد كده نعمل ريتويت عادي. نرجع للدروب بتاعنا. المهمة الأخيرة هنيجي نعمل هنا فولو، وزي ما متعود بعد ما اعمل فولو في موقع ميدان بتأكد عن طريق ان انا اعمل ريفريش للصفحة. تمام، زي ما قلت لكم ساعات بيعلق اهو. فولو معايا ما تعملش دي فولو تاني مره للتاكيد. تمام كده فولو ظبط معايا. نرجع بقى نحط الداتا بتاعتنا. اول حاجه الايميل، بعد كده طالب مني اليوزر تليجرام، بعد كده اليوزر بتاعك على تويتر، بعد كده اليوزر بتاعك على موقع لينكدين. تخش على الموقع، تخش على كلمة بروفايل، اهو اليوزر بيظهر معاك في اللينك نفسه. هنيجي هنا نعلم وناخد اليوزر بعد علامة الات. وفي اخر خانة بتحط محفظة الاثيريوم والت بتاعتك. تمام، وتدوس نيكست. نشوف طالب حاجة من هنا في نيكست. هنا طالب مننا ايه؟ دي اختيارية، دونت ديسكريبشن اوبشنال، انبوت تكست. تمام، لا ملهاش دعوة بيها. شير ايردروب اكس ام ار فيسبوك اوبشنالي. المهم دي اختيارية بس سهلة، يعني انت تاخد اللينك نفسه لان يسيب لك ايه، وفضل انا هسيب لكم الصفحة دي. تمام، كاير دروب هسيبها لكم، هتاخد لينك الصفحة نفسه وهتعمل له شير على الفيسبوك وتاخد الايه البوست وتحطه له هنا. وبعد كده طالب منك تعمل له شير على التليجرام وتحط له اللينك بتاع الشير اللي انت عملته على التليجرام. واخر مهمة اليوزر، وهتاخد وهيديك برضو عليها على فكرة. الميزه في الايردروب ده لما تحط اليوزر بتاع التليجرام، اليوزر بتاع صاحب الاحاله هنا، هيديك 50 من العمله. فهتلاقيني سايب لك اليوزر بتاعي تحت الايه الايردروب نفسه في الفيديو. بكده الايردروبات اللي معانا كنت انتهت النهارده. اتمنى رب يكون الفيديو عجبكم واني ما كنتش طولت عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.